السعادة قرار. أنا أقرر أني سعيد، بدها تكون الدنيا شو ما تكون أنا سعيد. أنا لما كنت أذهب إلى المدرسة 4 ساعات على رجلي كنت أسعد واحد، ما كنت أطلع على اللي راكبين بالسيارات وعم بسوق بسوقهم سواء أحسن مني. أقول يا ربي ما أحسنك، كيف أعطيتني رجلين أمشي فيهم؟ هذه نعمة. أنا عندي رجلين، في غيري ما عنده رجلين، في غيري ما عنده قادر يمشي، في غيري ما عنده فرصة يمشي. ابحث عن الشيء الجيد في أي شيء في حياتك تصبح سعيد.